سمعتي قبل عن شيء اسمه متلازمة التردد؟ لا والله. متلازمة التردد مثلا كيف مثلا تتردد المواقف مع الشخص؟ تماما. الشخص المتردد ما فيه يكمل بهالحياة، إذا ما كان عنده واثق من نفسه وراسم له طريق ما فيه يكمل بهالحياة. تعرف أنت تبني قرار لأنه هن خلاص هن مترددين. يعني هن بيكونوا ضايعين وبدوعوك. هلا أنا شخص متردد أساسا. أنت شخص؟ شو السبب اللي شخص بيكون متردد بالحياة؟ اي حدا يعني فينا احيانا بتردد باي قرار باي موقف ممكن يعني. والله انا اكثر شخص متردد بالحياه. شو السبب؟ بكل المواقف بكل شيء بحسب الشغله 100 حساب و100 شغله. ما انا مشكله كثير اي بس هيك مزعجه شوي للاخرين. هلا نحن كموضوع نحن شباب سفرتنا نحن انه انت تكفي مستقبلك هون بالبلد ولا تكفي مستقبلك برات البلد، هذا اكثر موضوع نحن متداول بيناتنا نحن شباب ومترددين فيه. هلا مو قصه موقف بس انا ما بحب الاشخاص اللي ما عندهم مبدا، عرفت؟ فهالمترددين غالبا ما بيكون عندهم مبادئ. يعني هلا اذا واحد عنده خبره بالحياه شوي ما بياخذ قراراته وبيحسمها، انما اذا ما عنده يكون متردد كثير يعني ايه لا، ولازم الواحد يكون كمان اتكل على رب العالمين. صارت معي واجلت جامعتي سنتين وبعدين رجعت كفيت الجامعه بعد من سبب موضوع التردد. التردد بشان السفر. كثرة الخيارات تعمل تردد. التربيه الاسره وهيك يعني هي اللي خلقت هاي الشخصيه عنده. قلة الثقافة مثلاً، قلة الخبرات، هذا بقى بيعتمد على العقل الباطن عند الإنسان، شو بيكون هو بيوجهه بأي اتجاه بأي شيء بقرارات الإنسان بحياته بشكل عام. هلا أنا ما في حدا هيك يعني حوالي إنه تردده بيزعجني لا أبداً. هلا إنه يأثر علي ناظرين يعني أنا ما بتأثر بالحوالية زيادة، بس من أشخاص مترددين في كتير يعني هدول تحسهم ضعف الشخصية شوي يعني وحتى قراراتهم مو ثابتة. هلا إيه بتأثر أحياناً، بحس حالي عم بدرس الشخص أكثر ما إني عم يعني عم اخذ قرار، فما في قرار بيجي له بعد دراسي. الشخص المتردد بيتردد بكل شيء، بكل شيء مصيريه وغير مصيريه.